زعلان ابغى افضفض، فرحان برضو ابغى افضفض. كل واحد عنده شعور متزايد انه يبغى انسان يتكلم معاه ويشاركه في لحظاته، سواء اذا كان كتوم او انسان يبغى يتكلم. طبعا الفضفضه ليها يعني نواحي وجوانب كثيره. ليه؟ عشان احنا غالبا نبغى نحس اللي هو المشاركه الوجدانيه بيننا، ولا ما حنحس قيمه لحياتنا. الفضفضه وما ادراك ما فيها، هذا موضوعنا لليوم اللي حنتكلم فيه. صحيح ايمان، ولكن البعض يعتقد بان الفضفضه هي مجرد ثرثره عابره ما لها اي لازمه، يعني ما يعرف انه هذه الفضفضه هي اصلا هي اهم وسائل الوقايه من الامراض النفسيه. متى وكيف والمين نفضفض؟ هذا اللي راح نعرفه مع ضيفتنا في الاستديو، المستشاره النفسيه نسرين يعقوب. اهلا وسهلا فيك. أهلا سيدتي. يا هلا فيك، نورتينا. استاذه نسرين، ما هو تفسيرك للفضفضه؟ هل هو من يعتبر من علاج بالكلام؟ طبعا هو المعنى الدارج العامي للعلاج بالكلام هو كلمه فضفضه، ومن هنا يمكن الناس اخذتها بشكل غير علمي او غير يعني موثوق فيه، على اعتبار انه مجرد فضفضه وفي الاخر ما بنستفيد منها. لكن هو في حاجه اسمها عندنا التوك ثيرابي او العلاج بالكلام، وهو يعني طريقه في العلاج جدا مهمه وطريقه مدروسه وممنهجه، والاخصائيين المفروض اللي هو اي اخصائي نفسي او اخصائي اجتماعي او خدمه اجتماعيه او طبيب نفسي، كل الاخصائيين هذول هم عندهم القدره على انهم هم فعلا يستمعوا بطريقه فعلا كويسه. لكن السؤال اللي يطرح نفسه احيانا حتى هذول الاخصائيين، اللي هو احنا كمان لازم نكون متدربين كمان على طريقه في فن الاستماع. فهو احنا اليوم بنتكلم عن الجود ليسننج او فن الاصغاء حنسميه، وله شروطه طبعا. صحيح. طيب دكتوره، هل الفضفضه مرتبطه بالراحه اللي بتصير بعد ما تفضفضي او تتكلمي مع احد؟ نعم، خلينا نقول انه هنا الفضفضه بمعنى المشاركه، يعني انا لما اشعر انه في شخص اخر حمل عني الثقل اللي انا شاعر فيه، في شخص اخر فهم انا كيف شاعر، هذا في حد ذاته شيء جدا مهم. احيانا الانسان كمان بعد ما يتكلم بيوصل لحلول، فبيصير فيها بروبلم سولفنج ستراتيجيز اللي هي وسائل حل للمشكلات. صحيح. احيانا بيتكلم بطريقه غير منطقيه، فاللي بيرد عليه بطريقه منطقيه بيساعد انه هو يرجعه على الطريق الصح. فعشان كذا يعني مهم جدا اني اكون انا اختار الشخص اللي بيسمع لألمي مش بيسمع لألمه هو، وبيرد بالطريقه اللي هو ترضيه، لا المفروض تريحني انا وترضيني انا. صحيح. طب دكتوره نسرين، في ناس كثير ما يحبوا يشاركوا او يفضفضوا الناس، وتلاقيهم هم بحاجه لذا الشيء وعارفين انهم بحاجه، بس يقولوا اخاف احد يستخدم هذه الاشياء ضدي او اسرارهم تطلع للناس. ايش تقدر تعلق على هذا الموضوع؟ هو نحن صراحة مجتمع صعب، وعندنا مشكلة في انه احنا يعني انا ما اشوف ان يعني انا ما لا اؤمن بانه في شخص راح يروح يفضح احد او يتكلم عنه. احنا ما نخاف انه الاخر يقول اسراري، انا اشيل هم الاخر ايش يقول عني لما اتكلم معه. اخاف من وجهة نظره، اخاف من حكمه علي كانسان او تصغر في يهمني عينه. ايوه يهمني اني انا ما يتغير نظرته لي. فانا اقول انه هذه لو نحن نفهم انه احنا كلنا بشر، واني انا كشخص لما انا اكون خايفه اروح افضفض لاحد معناته اني انا عندي اصلا مشكله، معناته اني انا اصلا شخص يعني بعاني، ومستحيل ما يكون الشخص صحيح. الاخر اتوقع يعني. هذه تروح دكتوره لو احنا اخترنا الشخص الصحيح للفضفضه. صحيح. صحيح صحيح. طيب دكتوره، يقال بان الفضفضه للنفس هي افضل انواع الفضفضه، طب انا كيف افضفض لنفسي؟ اوقف قدام المرايه ولا بالورقه والقلم، ولا اتكلم مع نفسي بدون صوت؟ يعني كيف ممكن افضفض لنفسي؟ هي يعني فكره اني انا يعني احاول انا الاقي وسيله انا اريح نفسي فيها بطريقه كلام معينه. طبعا انا ما اشوف انه فقط اني انا اتكلم، ممارسه بعض المديتيشن او الرياضه، السباحة، الرسم، هذه الأشياء نوع من أنواع الفضفضة مع يعني بطريقة ذاتية صحيح، ولكن فيها نوع عالي جدا من التنفيس. لكن إذا أنا حتكلم مع نفسي وححاول يكون عندي زي ما نسميها أحلام اليقظة، أني يعني أنا أحاول أني أنا أفكر في المشكلة وأحاول أني أنا أحل، هذا شيء مو سلبي. ولكن أهم حاجة أسأل نفسي هل أنا بروح في خط سلبي؟ يعني أحيانا إحنا بنبدأ وبنشطح ترى سلبيا. صح. فالشطحان الإيجابي يعني يأثر يأثر. أيوة، يعني إحنا مبدعين في يعني نتقمص الأفكار السلبية ونؤمن فيها ونصدقها وخلاص ونمشي بموجبها. فإذا أنا شايف نفسي من الناس اللي أنا بعد ما تكلمت مع نفسي رحت في منطقة صح، معناته يمكن جات يعني جابت ثمارها. صح. دكتوره نسرين، انت عارفه كمان احس انه غالبا بيكون بتفضفضي مع نفسك وبتحلي اللي جوه نفسك، بس لو تكلمتي الكلام اللي جوه نفسك ده وقلتيه بصوت عالي
تختلف تفكيرك. يعني احس الكلام مع نفس احيانا يعني ما يكون سيء، لانه انا بتكلم مع نفسي بقول كلام بلوم نفسي، سيلف بيتنج، هذا بعاقب نفسي. صحيح. بقول لنفسي اني انا اكيد عملت حاجه غلط عشان كذا انا وصلت نفسي. واحيانا يعني دكتور ممكن لو سيلف استيم، لكن لو انا تكلمت مع نفسي انه كل الناس كذا، طيب خلاص اللي حصل حصل، طب كيف اقدر احل الموضوع، طب كيف اقدر اخرج نفسي منه. صحيح. يعني في احيانا كمان زي ما تفضلت الاخت اني انا اختار الشخص اللي كمان افضفض له، في نقطه مره مهمه، احنا مو لازم اختار شخص يحبني، احيانا اللي بيحبني ما يقدر يسمعني. صحيح. من كتر ما هو يبغى يرعاني ويهتم فيا ويحل لي المشكله ممكن يدمرني على طول، حيبدا ينصحني وعلى طول حيقول لي انا قلت وانا نصحت وانا اشبه حاجك. المفروض اني انا اختار الشخص مش بناء على محبته لي بقدر ما بناء على طريقه استماعه وصغاءه خبرته في الحياه. صحيح صحيح، قد ممكن يعني الخبره هذه لها قولان حقيقي. صحيح. طب دكتوره نسرين ابغى اعرف، يقولوا النساء احنا غالبا نحب الفضفضه والكلام ونتسمى ثرثارات، فهذا الشيء يحطنا في موقف يعني لا نحسد عليه، ليش هذا الشيء بيصير وايش نقدر نتعامل مع هذا الموضوع فيه انه ما اطلع انا انسانه ثرثاره؟ والله يعني ما اعرف، انا يعني انا ماني مع فكره اني انا اخص النساء بهذا الخصله يعني بصراحه هذه الصفه. ايوه يمكن انا عشان شغلي فبنتعامل مع يعني مع الجنسين رجال وسيدات، لكن خلينا اقول يعني انه لو كنا بنتكلم عن اني انا ما احط نفسي كشخص موقف صعب سواء كان رجل او مراه. صح. من الثرثره يعني احيانا فعلا يمكن ما اقول، يعني انا اهم حاجه ايش يعني احط نفسي في موقف صعب، اهم حاجه اني ما اجرح احد. صح. يعني طالما اذا انا الثرثره هذه اللي انا حتكلمها ما حتجرح احد فبلاش اكون قاسيه على نفسي. ممكن تجرحك انت يعني الفكره نفسها، انا ممكن اتكلم وافضفض واقول مهما كان الناس بشر وفي مننا خطاؤون كثير، يعني ممكن تقولي حاجه انت المفروض ما تقوليها وتستخدم في يوم من الايام ضدك. اوكي انت على هذا على هذا المنطق اني انا ما يعني امسك ان المفروض اني انا يعني طبعا في يعني في احتفظ لنفسي ببعض الخصوصيه واختار ايش المعلومات اللي انا اطرحها، ولكن ارجع واقول يعني في النهايه ما في شيء ممكن يحطني في موقف خطا بقدر ما اني انا اخاف على صورتي امام الشخص. صحيح. هذا تنهز. لانه في النهايه يعني ما في مع السوشيال ميديا ما عاد في شيء بيستخبى، يعني أبداً. حطي نفسك موقف أبداً. يعني انت لا تتكلمي بس خلاص ادخلي على انستغرام ولا سناب خلاص الموضوع يعني كده فضفضتي يعني بالضبط. كل ما عندك بس خفف الخوف اللي عند الناس. صح. شويه صحيح، بس احيانا الناس هذا الشيء يجي من هو مثلا فضفض لاحد بعد كده ندم فخلاص يخاف يصير كتوم، يصير تجربه سيئه وما يبغى يكررها. صحيح. فيا ريتها التجربه اذا كانت فعلا سيئه اني مو اني ما اكررها ابدا، ولكن تعلمني شيء اني انا احتاج اتكلم ولكن اختار الناس اللي الجا لهم. صحيح. طيب دكتوره لمين اللي فضفض؟ يعني انا قلت لك من شوي انا لو ابغى افضفض لاحد هختار الشخص اللي عنده خبره في الحياه. فسكتتي. أيوة. طب لمين ممكن افضفض من غير ما اخاف؟ ايوه بصراحه هو طبعا يعني اذا كان بتكلم على اخصائي انا حلجا له طبعا، المفروض انه هو يتصف بالصفات اللي انا حقولها، واذا ما كان اخصائي كمان من خبرتي فيه المفروض اني انا اعرف انه هو يعني يتصف فيها. احنا حتى الاصدقاء، في شخص انا صديق الجا له عشان الضحك، وفي صديق الجا له عشان استشيره. صح. في علم، وفي صديق الجا له عشان مشكله، فالمفروض انه هو هذا الشخص ما يكون عنده حكم قاسي أو, 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 أو ما يستناني لما أخلص كلامي على أساس أنه هو كأنه بيسمع نفسه ما بيسمعني. صح. فمهم جدا أني أكون متأكد أنه هو ما حيكون ألمه هو اللي مسيطر عليه ولا مشاكله الخاصة. صحيح. كثير سيدات بيجي بقول لك أو رجال لما أجي أتكلم مع أحد أقول له مثلا ولدي أنا تعبانة معي وأقوم ألاقي الرد على طول فورا بالمقابل، حتى أنا ولدي حتى أنا زوجي. أي يعني بدل ما أشكيله هو اللي وقتك يشكيلي. أنت المفروض وقتي أنا. صحيح. فالمفروض أنه هو يكون الشخص قادر على الاستماع أنه ويقدر يشوف الصورة كاملة قدامه، ما يكون عنده إحساس أني أنا الآن لازم اللي بيتكلم الآن لازم أقدم له مساعدة، هذا مو صحيح. صح. هذا اللي بيخلينا نفشل في الإصغاء. لما أجي أسمع لك وأنت بتتكلمي عن مشكلة خوفي عليك ممكن يخليني أبدأ أنشغل، هي زعلانة من حاجة ولازم أحاول أحللها هي، فتكوني قبل بعد تكوني أنت خلصتي كلامك وقلتي المشكلة وأنا منشغلة بالحل بفكرة مختلفة وبعد كده هقول لك ممكن تعيدي ثاني. صح. فهو أحيانا فقط الاستماع وإني أنا أستخدم لغة جسد فيها نوع من الاهتمام، أستخدم بعض العبارات اللي تساعدك إنك أنت تطلعي المعلومات اللي تساعدك إنك أنت تحل المشكلة، في بعض الأحيان ممكن أسأل أسئلة تنم عن فضولي فهنا حيخوفك
انه تبقى تحسي اني ابغى اعرف معلومات تطلع أكثر. مني الكلام، لكن هو الحقيقه انا اللي ابغى اعرفه انت من ايش بالضبط زعلانه. الشخص اللي قادر على الاستماع بتوصل لنقطه المشكله. صح. بالضبط. صحيح. ايوه، اللي شخص اللي قادر على الاستماع كمان شخص يعني متمرن في انه هو يسال اسئله في وقتها الصحيح ويصمت الوقت الصحيح وكمان يتكلم في الوقت اللي هو. صح. يحتاجه الشخص هذا. وشخص في النهاية أنا ما أحب أقول أنه منطقي لأنه نحن نختلف على تعريف المنطق، لكن أقول هو شخص يقدر يحط نفسه في مكان الآخر ويقدر يتعاطف مع الفرح. صحيح. مع الحزن، مع كل شيء. صحيح. طيب دكتورة نسرين، على الموضوع اللي بنتكلم فيه هي لغة أو طريقة الإنصات الصحيحة، الكثير من الرجال عندهم الفضفضة غير عننا إحنا البنات، إحنا الفضفضة عندنا بلبلة نتكلم، الرجال يقولوا عندهم طرق ثانية عشان الفضفضة. أيوة. واحنا ما نعرفها، فالبنات تشوفوا ازواجهم مثلا يبعدوا وقت الفضفضة يقولوا هذا زعلان مني يبدا يحلله، ايش الطريقة اللي نقدر نعلمها للزوجات عشان نقدر نتعامل مع فضفضة الرجال عندهم؟ ايوه، هو بصراحة اللي المفروض اني انا يكون اللي مرتبة افكاره مش اللي بيتكلم، اللي بيسمع. ليش؟ لانه اللي بيتكلم اصلا هو ملخبط، فهو. صحيح. جاي عشان يرتب. صحيح. افكاره، فما المفروض اني انا عشان اجي ابغى اتكلم مع احد لازم ارتب كلامي، المفروض. أي. اني انا هذا في حد ذاته حيخوفني انا. صح. غير اني عندي مشكله كمان لازم ارتبها، طبعا لو اعرف ارتبها كان رتبتها. ممكن افضفض وكل فكره تكون بالزبط. مختلفه. فهو اللي بيسمع هو اللي يكون مرتب افكاره. صح. فلو جاء احد يتكلم سواء كان رجل او مراه، سوري المستمع كان رجل او مراه، اللي انا بسمع له هذا لازم احاول اني انا مثلا ارجع اذكره بعد شويه، انت جيت وانت زعلان او انت جيتي وانت زعلانه من حاجه معينه ممكن نرجع نتكلم عنها، يعني انا قصدي اذا كان سؤالك فهمته اني انا ارتب افكار الشخص اللي بيتكلم. طب لا بس الرجال اللي ابغى افهمه هل حقيقي لهم طريقه اخرى عن الفضفضه غير حقتنا؟ ولا لا؟ والله يعني ما في، انا ما عندي شيء ستاتستيكلي او احصائيا بيقول انه في فرق واسع، بس احنا انا بس هو اكيد في فرق لسبب، لانه نحن مجتمع في تقاليد وفي عادات معينه بيربي الرجل بغير بالطريقه اللي الطريقه اللي بيربي. صح. فيها المراه، فبالتالي في ستيريوتايب او فكره نمطيه. صح. عن الرجل انه هو اكثر عقلانيه وانه هو ممكن تكون مرتب افكاره اكثر من المراه، ولو فضفض عيبه في حقه دائما يشوفه. ايوه، وبالتالي هو مطالب انه حتى لما يتكلم ما يسميها فضفضه، هو منطقه جاي يعرض لك مشكله خلاص. صحيح. هي المفروض اني اقول لانه هو رجل فلازم تكون مشكله اللي يعرضها هي جاهز حتى حقها الحل، لكن. صح. هي الست حتفضفض لان هي ما تحتاج انها تتكلم. صحيح. اكثر. صحيح. واحنا الشائع عندنا انه هي السيده هي اللي تحب تتكلم كثير او تفضفض او تقول اللي جواتها. لكن تربيتنا للذكر انه انت يعني تلاحظي انت لو كنت الام ومعاكي بنت ولد معاكي في مجلس او في مكان حتقبل البنت تيجي تبكي تقول لك ضربوني. صح. صح. بس ما حتقبل انه الولد يجي يقول ضربوني، فهنا لا تشتكي. أيوة. الرجال ما يبكوا. فبالتالي هذا كثير بيأثر على مو بس على الفضفضه، حتى عن التعبير عن المشاعر، عشان كده الرجال اقل نوعا ما يمكن في. صحيح. تقبلهم انه هو يكون حزين، يكون ضعيف، يكون أو عاطفي أو يحب. ايوه، ويقول يعني الناس كثير بيقولوا او كتب قرأناها كثير يقول لك الرجال وقت الفضفضه يدخل فيك ويباكي تسمعي مثلا، وبعد ما تسمعي ما تحللي، ما يبغى ولا تغلطي، يبغى بس تسمعي له. هل هذا الشيء صح؟ يعني احنا البنات اجي افضفض لك مثلا. أيه. ابغاك تجيبي لي حل. لا لا انا ماني قادر افكر، ابغاكي دحين تجيبي لي حل. الرجال لا. ايوه، انا ما حقول انه هذه فكره عامه، بس لو حصل وفعلا لقيت انه في رجل بيفكر بهذه الطريقه وفي مراه بتفكر بهذه الطريقه، اعتقد انه التفسير حيكون لانه الرجل احنا بنربيه على انه انت المفروض تكون رجال من وانت صغير وانت اللي تجيب الحلول. صح. هو كير جيفر، يعني هو شخص راعي. صح. المفروض احنا. صح. بنربيه على انه انت رجل، وهي المراه بنربيها على ان هي المفروض ان هي تحت وصايه، وبالتالي تقدري انت تلجئ لاي احد عشان انت احد يجيب لك الحل، انت مش مطالبه انك تجيبي الحل. صح. صح. يمكن يمكن فالرجل المفروض انه انا ما اجيب المشكله انا اجيب الحل، والمراه تيجي انا جايه بمشكله اعطيني الحل. يمكن هي تعودت انه احد يحل لها هذا لو كان حنفسر منطق يعني. صح. موقف. طيب دكتوره احنا عاده الشخص الكتوم لازم يكون عنده امراض نفسيه اللي هو ما بيفضفض او عوارض نفسيه؟ ما حقول لازم، لانه ممكن يكون كتوم لكن بيفرغ بطريقه مختلفه زي ما قلت برياضه وبرسومات وباشياء حلوه بقراءه، لكن عموما صح. أيوة. الكتابه والقراءة. والكتابه وكذا ممكن يكون شخص جدا منظم وعارف كيف عايش حياته، يعني عايش وجوده بطريقه حلوه. صحيح. بالعكس، لكن انا خليني اقول انه لو كان في مشكله وما في تفريغ بطريقه اللي قلتها، وكمان
ما بيتكلم مع احد، هنا معناته انا اشك انه في مشكلة. في حال انا عندي شخص كتوم دكتوره، كيف زوج او اب او ولد او ايا كان، يعني شخص كتوم، كيف انا ممكن اخلي يخرج اللي جواته او يتكلم معايا؟ ايوه، لو كان في شخص كتوم وعنده مشكله وفي اضطراب، حيكون السبب يمكن انه هو غير واثق انه الاخرين هذول يهمهم اصلا انه يكون كويس. ممكن يكون سبب ثاني انه هو لا يثق بانهم هم حيصدقوه. فهل اغير معاملتي معه؟ ايوه مثلاً. يعني ممكن يكون التعامل بانه ايش ما كانت المشكله اللي انت بتعاني منها انا حسمع، انا مصدقه انه انت عندك الم، احنا ايش مشكلتنا؟ انه احيانا احنا قد ما بنتالم الا اننا نحن نفسنا بنحط يعني بنعتبر الامنا هذه تافهه. صح. وهي المفروض انه ما تهم احد، ولو رحت قلتها لاحد حيضحك علي. صح. فبالتالي هو اما انه خايف انه الاخر ده يستتفه مشاكله، او انه هو يحكم عليها ويعطيه حل. يعني انا لما اجي اقول لطفل هو مو قادر في المدرسه انه هو يعني ياخذ حقه من اصحابه، هنجيب مثال الكل بيعاني منه في كل بيت. صحيح. كل طفل بولد في المدرسه وعنده تنمر، الطفل هذا ما حيجي ويحكي لي على مشكلته. ليش؟ لانه هو عارف اني حقول له انت ليه ما قلت للمدير، انت ليه ما ضربتهم، انت ليه ما اشتكيتهم. طب هو لو يقدر يعمل كده ما كان كبرت المشكله، هو مو قادر. فهو يخاف انه لو جاء واتكلم انه انا اتهمه بتقصير، او اتهمه انه مشاكلك دي تافهه، او او او. ففي اسباب خوف او قلق بتخلي الشخص يحتفظ به. فهل نقدر نقول مثلا من بعد الكلام اللي قلتيه انه هو انا طريقه معاملتي تحتم علي كيف اتكلم معك، افتح لك قلبي او لا؟ مرة ولا صعب. هي بس شخصيات؟ لا هو مرة صعب، ولو قدرنا احنا ندرب نفسنا على ترى هذه رحلة مرة عظيمة وجميلة. وانا انا احيي اي ام واب او اي صديق طبعا، بس انا يهمني دائما الاباء والامهات. انا احب دائما اوجه رسالة للاباء والامهات انهم هم يدربوا اولادهم على انهم يتكلموا بطريقة مستمرة، وهذا يحتاج ان الام والاب يكونوا جدا ناضجين وما يكونوا عاطفيين. اللي يسألوه مثلا يوميا دكتورة؟ مش يسألوه بس، انه ممكن يسألوه، بس انا قصدي انه يكونوا دائما بيفهموه انه ترى حتى ونحن صغار كانت عندنا هذه المشاكل، ترى عادي انك تجي تكون زعلان من اصحابك في المدرسه، ترى عادي انك ما تجيب درجات كويسه. انا ما بقول ان حصير درجات الطفل دائما مش كويسه. صحيح. بس انا ما ابغى اوصل لمرحله لا تخوفي يعني. ما صحيح. أيوة. صحيح. طيب دكتوره احنا كيف ممكن مثلا نقول يعني كيف ممكن نخلي الشخص اللي قدامنا يتكلم من غير ما نحسس انه احنا لا نبغى نتلقف ونطلع اللي جواتك؟ باني انا اشعر انه ايوه اسئلته تكون اسئلتي في صميم المشكله. يعني مثلا لما انا تيجي واحده تقول لي مثلا انا زوجي ما قال لي الله شكلك حلو وانا خارجه رايحه فرح، ما حسالها وحرد عليها وحقول لها ايش لون الفستان، هذا فضول. لكن لو حرد عليها وحقول لها انت ايش حسيتي لما ما قال لك، طب انت ايش كنت تبغي، طب انت ايش كانت توقعاتك، طب هذه اول مره، هذه نوع الاسئله اللي تفرغ. صحيح. وتحسسها اني انا اهتميت بالموضوع. لك لو سالت ايش لون الفستان معناته ان انا حشارك زوجك انه فعلا يمكن شكلك ما كان حلو. فهمت ايش قصدي؟ صحيح. صحيح. يعني موضوع فضفضه وكلامنا كان كله عباره عن فضفضه ومبسوطين من باذن الله ثرثاره مو ثرثاره حفضفض. يعطيكي الف عافيه المستشاره النفسيه نسرين يعقوب، نورتينا. يعطيك الف عافيه. شكرا. مشاهدينا خلونا نطلع من هنا فاصل قصير ونرجع لكم نكمل بقيه فقراتنا اليوم.